الأحبة، رح نتوقف بهاللحظات مع كلمتين على الماشي للأب فادي ثابت. عمهلك وقف لحظة واسمع هالكلمتين على الماشي. كلنا منتفق إنه الحياة قصيرة، وكلنا منتفق إنه مرئين بهالحياة مرة، لكن بمبدأ حياتنا هالشغلات يلي منآمن فيها ما منعيشها، بالعكس منعيش على أرضنا كأنه نحن مخلدين، منخلق عدوات، منخلق خصام مع أشخاص يمكن هني من أقرب المقربين لإلنا، وما منعرف إنه بلحظة من اللحظات بوقت ما حدا منا بيعرفه يمكن ننتقل من هالحياة الفانية حتى نكون موجودين فوق بالحياة الباقية. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم إنه الحياة قصيرة، ما بتستحق إنك تحقد، ما بتستحق إنك تحسد، ما بتستحق إنك تكذب، لأنه بكرة رح بتكون ذكرى. بس ابتسم وسامح لكل شخص أساء لإلك، لأنه الجنة يلي أنت مدعو إنك تكون موجود فيها تحتاج لقلوب نقية، وقلبك خلي يكون نقي. الله معك. ما تقولش حبي وتعدى ويوم خلاص عشنا، قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة، وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاطع، وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القاطع. عمهلك وقف لحظة واسمع هالكلمتين على الماشي.